مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه النشرة الإخبارية السريعة من قناة أخبار الثقافة العالمية بمدينة مكناس. حياكم الله أينما كنتم. برنامج السكن الاجتماعي العمران دائما في الريادة. عروض الصيف العمران تنظم شركة العمران أيام الأبواب المفتوحة من 30 يوليو إلى 3 من شهر غشت 2013. تقام فعالية الأبواب المفتوحة بالساحة الإدارية بالحاضرة الإسماعيلية مكناس. تخفيضات مهمة تنتظركم تصل إلى 40%. مصارف الموثق مهداة من طرف الشركة وقسيمة شراء تجهيزات منزلية. عروض العمران فيلات وشقق محلات تجارية وبقاع أرضية تستجيب لخصوصيات عمران المدينة والظروف الاجتماعية المريحة. سارعوا إذن لاختيار شقتكم، سكن مريح وحياة سعيدة مع عروض شركة العمران. للمزيد من المعلومات الاتصال بعين المكان. إذن كنتم في الاستماع إلى نشرة موجزة للأخبار من مقر شركة أخبار الثقافة العالمية. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.